بالأثناء تخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة في محاور قطاع غزة، خاصة في شمال وجنوبي القطاع. وقد أعلنت حركة حماس تمكنها من تنفيذ عملية مركبة استهدفت 10 جنود إسرائيليين، تبعها استهداف قوة الإنقاذ بيت حنون شمال القطاع. كما أعلنت الحركة تمكنها من استهداف ناقلة جند وثلاث جرافات عسكرية ودبابة في مدينة رفح الفلسطينية. في المقابل، أوردت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال في اشتباكات مع الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة فجر اليوم. كما أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن المستشفيات استقبلت قرابة 100 جندي منذ بداية العملية العسكرية في رفح الفلسطينية في السادس من الشهر الجاري.